إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا إلى الجنة إن شاء الله محمد رسول الله، عبده وصفيه وخالصته ونبيه، ابتعثه ربه سبحانه وتعالى بالدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تداءلة الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك، وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقنا بنسبه، وحققنا بحسبه، وعرفنا إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل، ونكرع بها من موارد الفضل، واحملنا على سبيله حملا محفوفا بنصرتك، واقذب بنا على الباطل فندمغه، وزج بنا في بحار الأحدية، وانشلنا من أوحال التوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند قول الشارح رحمة الله عليه، فلما قلت ذلك صارا متعديين، أليس كذلك؟ نعم. واليوم في هذا المجلس إن شاء الله تعالى بفضل الله وبرحمته وبمنه ولطفه وإحسانه علينا، نكمل هذا التنبيه الذي هو دائر حول المتعدي واللازم، ونبدأ بمسألة جديدة في هذا الكلام، وهو قوله رضي الله عنه الشيخ السعد، قال: ولا يغير شيء، وهذه مسألة جديدة، قال: ولا يغير شيء من الحروف الجر معنى الفعل إلا الباء، إلا الباء في بعض المواضع، نحو ذهبت به بخلاف مررت به. هذه مسألة ولها تفريع. شكرا بارك الله فيك. ولا يغير شيء من حروف الجر معنى الفعل. احنا قلنا اذا دخل حرف الجر تغير معنى الفعل، نحو قولك ذهبت، ذهبت بمعنى مضيت،
وذهبت إلى المسجد، يعني مضيت إلى المسجد. وهذا فعل لازم، فإذا عديته بالباء ذهبت به صار معنى الفعل متغيرا. إذن الباء هي التي غيرت معنى الفعل. طيب غيرته إلى ماذا؟ قال لك إلى معنى جديد، غيرته إلى معنى جديد. فبعدما كان الفعل ذهب يعني المضي، فقد صار معناه أو تغير معناه إلى التصير، يعني صيرته ذاهبا. ذهبت به أي صيرته ذاهبا، أي جعلته يذهب، جعلته. فالباء غيرت دلالة الفعل، غيرت دلالة الحدث. بعدما كان معناه المضي تغير إلى معنى التصير، فمعنى ذهبت به أي صيرته ذاهبا. فالباء هنا يا طلاب العلم، الباء هنا تفيد التصير، تفيد الإيه؟ التصير. هذا هو معنى قوله ولا يغير شيء من حروف الجر معنى الفعل، يعني دلالة الفعل التي هي حدوث الأثر. وما الأثر؟ ما الأثر الذي تحدثه هذه الباء؟ الأثر هو التصير، يعني صيرته ذاهبا، هذا هو. إلا الباء، وذلك في بعض المواضع، يعني ليس في كلها، ليس في كلها، في بعض المواضع. نعم، في بعض المواضع لا في كلها. وذلك نحو ذهبت به، فأنت قولك ذهبت به أي صيرته ذاهبا، جعلته يذهب. بخلاف مررت به، بخلاف إيه؟ مررت به. فهذه الباء هذا تفريع على قوله في بعض المواضع، أو بيان لقوله في بعض المواضع، أو تبيين لقوله في بعض المواضع. لأنه قال الباء تغير معنى الفعل، فهذا إطلاق، إطلاق منه على أن الباء تغير معنى الفعل مطلقا. لكن استثنى من ذلك شيء، وهو بقوله، الاستثناء في قوله في بعض المواضع، هذا تقييد. ولذلك دلل على هذا التقييد بقوله بخلاف مررت به. يبقى ذهبت به غيرت المعنى، بينما مررت به لم تغير المعنى، لأن قولك ذهبت به أي صيرته ذاهبا. طب ومررت به بمعنى إيه؟ بمعنى الإلصاق، وهذا هو المعنى الحقيقي للجملة أو للفعل. مررت به يعني ألصقت مروري بوجوده، ألصقت إيه؟ مروري بوجوده. ومن هنا فإن الباء في قوله مررت به لم تغير معنى الفعل، وإنما الذي غيرت معنى الفعل هو قولك ذهبت به، هذا هو. يبقى هذا معنى قوله إيه؟ في بعض المواضع لا في كلها. ومثل لذلك للتغيير بقوله ذهبت به، ومثل لعدم التغيير بقوله بخلاف مررت إيه؟ مررت به، هذا هو. تمام؟ طيب مفهوم يا طلاب العلم؟ والفعل
والذي تغير الباء معناه، والذي تغير الباء معناه يجب عند المبرد رحمة الله عليه مصاحبة الفاعل للمفعول به، وهذا تفريع على المسألة. المسألة قلنا أن الباء إذا دخلت على الفعل الذي يتعدى بها تغير معناه، وذلك في بعض المواضع لا في كلها. لكن خرج علينا المبرد رحمة الله عليه برأي تبناه هو وأقره هو، فقال إن الباء التي تغير معنى الفعل لابد أن تأتي بمعنى مع، وهذا تفريع على المسألة. وفي هذا الكلام كلام كثير، يعني في كلام المبرد تعقيب على كلامه كثير من الصرفيين، ولا سيما سيبويه نفسه رحمة الله عليه قال خلاف ذلك، ولذلك الشارح أتى برأي سيبويه بعد ذلك، أو عقيب كلام المبرد أتى بكلام سيبويه. قال المبرد أو رأي المبرد قال والذي تغير الباء معناه يجب فيه، يعني فيه أي في الفعل، فيه يعني في الفعل الذي تغير معناه بالباء، يجب فيه عند المبرد مصاحبة الفاعل للمفعول به. وما دام قال مصاحبة، إذن معنى الباء التي للتعدية عند المبرد معناها مع، فهي بمعنى المعية، فهي بمعنى المعية، لأن الباء قال لأن الباء للتعدية تعليل، تعليل لقوله يجب، وهذا كله كلام المبرد. لأن الباء للتعدية عنده، يعني لأن الباء التي هي للتعدية، لأن الباء للتعدية معناها أي لأن الباء التي هي للتعدية عنده، أي عند المبرد بمعنى إيه؟ قال لك بمعنى مع، بمعنى مع. يبقى هذا كلام سيدنا المبرد رحمة الله عليه، الباء عنده التي تعدي الفعل وتجعل معناه التصير عند المبرد بمعنى مع. طيب، هل هذا الكلام أولا، هل هذا الكلام أو هذه المسألة أو هذا الرأي على إطلاقه أو هو صحيح مطلقا؟ الجواب لا، ليس صحيحا مطلقا، وسنقدم الحجج على ذلك. طيب، هذا الذي قاله المبرد هل ينطبق على قول الحق تبارك وتعالى ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، أي ذهب الله كذا مع، بمعنى مع نورهم؟ فهذا غير جائز البتة، والمعنى لا يتطلب المعية، ولذلك قال المبرد نفسه قال إن الباء هنا في قول الحق تبارك وتعالى ذهب الله بنورهم إنما هي للتوكيد، لأن معنى المعية ومعنى المصاحبة غير جائز في هذه الآية، فالمعنى لا يتحمل هذا، ولذلك خرج من قوله ذاك الذي قلناه قبل قليل، خرج من قوله ذاك بقوله
رحمة الله عليه، إن الباء في قول الحق ذهب الله بنورهم خرجت عن المعية إلى معنى التوكيد، خرجت عن المعية التي هو أوجبها إلى معنى آخر وهو الإيه؟ وهو التوكيد. فالباء عنده في قوله تعالى ذهب الله بنوره للتوكيد، هذا هو. طيب، ولذلك وجدنا أن الشارح رحمة الله عليه أتى برد سيبويه على المبرد، فماذا قال؟ قال سيبويه الباء في مثله، يعني في مثل إيه؟ الهاء هنا تعود على ماذا؟ في ماذا؟ لا، الباء في مثله، الهاء هنا تعود على قولك ذهبت بزيد، الهاء في قوله مثله تعود على القول أو قولك أو قولي أو قول الشارح ذهبت بزيد، ذهبت بزيد، هذا هو. أولا قبل أن نورد كلام سيبويه رحمة الله عليه نبين شيئا مهما أكثر تفصيلا على كلام المبرد. قول المبرد رحمة الله عليه إن الباء التي تعدي الفعل تأتي بمعنى المصاحبة غير صحيح. لماذا؟ لأن قوله هذا يخرج الفعل عن معناه، يخرج الفعل عن معناه. طب وما معناها الذي أقره الصرفيون؟ ما معنى الفعل بعد وجود الباء؟ ما دلالة الفعل بعد دخول الباء؟ المعنى الذي أقره الصرفيون ما هو؟ المعنى الذي أقره الصرفيون بعد دخول الباء على فاعل الفعل اللازم هو التصير، أليس كذلك؟ فإذا قلنا كما قلت قبل قليل، إذا قلنا ذهبت بمعنى مضيت، فإذا عديت الفعل بالباء صار الفعل فيه معنى جديدا، فيه معنى جديد وهو التصير، أليس كذلك؟ فإذا ما جاء المبرد وقال إن هذه الباء بمعنى المصاحبة، قوله هذا يخرج الفعل عن معناه الجديد ومعنى التصير، ومن ثم فيكون بذلك قد خالف المتفق عليه من الصرفيين وقد خالف العقل أيضا، لأن وجود المصاحبة ليس لازما للباء، قد تكون المصاحبة موجودة وقد لا تكون موجودة، وهذا ما سنقوله بعد قليل إن شاء الله. يعني قد تكون معنى المصاحبة موجود مع التصير وقد لا تكون موجودة مع التصير، لكن المعنى الغالب والمعنى المتبع والمتفق عليه هو الإيه؟ هو التصير. فتح الله عليكم، مضبوط؟ مضبوط. طيب، قال سيبويه الباء في مثله، يعني في مثل قولك ذهبت بزيد، فالهاء تعود على قولك ذهبت بزيد. الباء في مثله كالهمزة والتضعيف،
واللازم كما قلنا يتعدى بالهمزة ويتعدى بالتضعيف كما ذكرنا في المجلس السابق، أليس كذلك؟ وكذلك الباء إذا أدخلتها أو إذا عديت اللازم بها صار هذا اللازم متعديا، كما عديته قبل ذلك بالهمزة والإيه والتضعيف. هذا هو. قال: الباء في مثله كالهمزة والتضعيف في كون الجميع، في كون الجميع. إيه الجميع هذا؟ إيه هو الجميع؟ الهمزة والتضعيف والباء، هذه معنى معنى قولي الجميع. في كون الجميع يعد الفعل، يجعلونه متعديا، فالهمزة تجعل الفعل اللازم متعديا، وكذلك التضعيف يجعل اللازم متعديا، وكذلك الباء تجعل اللازم متعديا. هذا هو كلام سيبويه، وهو بهذا يرد على من؟ ها؟ على الايه؟ على المبرد. قال سيبويه: الباء في مثله كالهمزة والتضعيف، فمعنى ذهبت به أذهبته، أليس كذلك؟ ذهبت به أي أذهبته، لأن قولك أذهبته لمعنى جعلته ذاهبا أو صيرته ذاهبا، ومعنى قولك ذهبت به أي صيرته ذاهبا، فالمعنى واحد. وتجوز المصاحبة، تجوز الإيه؟ المصاحبة نحو ماذا؟ نحو ذهبت به. ذهبت به يعني أنت ذهبت معه، صيرته ذاهبا مع ذهابك معه، أدي معنى المصاحبة. يعني قول المبرد ليس على إطلاقي. قال: وتجوز المصاحبة، وذلك نحو قولك ذهبت به. فذهبت فيه به فيها معنيان، معنى التصيير ومعنى المصاحبة، أدي معنى قول الشارح وتجوز المصاحبة. طيب قال لك: وعدمها، يعني إيه؟ قال لك: وتجوز عدم المصاحبة. زي إيه؟ زي قول الحق تبارك: ولو شاء الله لذهب بسمعهم. أنا أمثل لك، ولو شاء الله، أيضا في حرف البقرة: ولو شاء الله لذهب بسمعهم. فهل هنا فيها معنى المصاحبة؟ هل فيها معنى المصاحبة هذه الآية؟ لا، ليس فيها معنى المصاحبة. ولو شاء الله لذهب بسمعهم، فليس هنا مكان لدلالة المصاحبة. ولذلك قال الشيخ السعد: وتجوز المصاحبة، يعني في بعض المواضع نحو ذهبت بزيد. وتجوز عدم المصاحبة أي في بعض المواضع، وذلك نحو قول الحق تبارك وتعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. فهنا غير جائز معنى المصاحبة، غير جائز معنى المصاحبة. هذا هو معنى قوله: وتجوز المصاحبة وعدمها. مفهوم يا طلاب العلم؟ مفهوم ولا أكرر؟ ها؟ أكرر شيء؟ هل أكرر شيئا مما ذكرته وقلته؟ طيب نعم. كيف نستخدم الهاء الضمير الذي يعود إلى قولك؟ هاء الضمير؟ كيف نعرف الهاء يعود إلى قولك، ليس يعود إلى شيء مثل في ماذا؟ في مثله، هذا يعود على قولك أو قولي ذهبت بزيد. الباء هنا.
كيف نعرف هذا يعود إلى قول الثاني؟ تعرف هذا بقولي أنا بشرح لما قلته لك. في مسألة القاعدة لنستخدم هذا المعنى يتطلب ذلك، سياق الكلام يتطلب ذلك، يعني قولي قول سيبويه الباء في مثله، يعني في مثل ماذا؟ في مثل قولك ذهبت بزيد، فالباء هنا مثل الهمزة والتضعيف، فقوله كالهمزة والتضعيف دل على أنه أراد بمثله قولك ذهبت بزيد، فالباء كما سياق الكلام يحتم ذلك ويتطلب ذلك، فالباء تعدي اللازم أليس كذلك، والهمزة تعدي اللازم أليس كذلك، والتضعيف يعدي اللازم أليس كذلك، ومعنى هذا أن قوله بمثله أي بمثل قولك ذهبت بزيد أو ذهب به، فالباء هنا مثلها أو مثلها كمثل الهمزة والتضعيف في كون الجميع يعدي الفعل، وأنا أقصد بالجميع كما قلت قبل قليل الباء والهمزة والتضعيف، فكلها تعدي الفعل اللازم، فهمت؟ فالسياق يستلزم هذا الذي قلته، سياق الكلام يستلزم هذا الذي قلته، وليست الهاء تعود على شيء آخر، فإذا أردت أن تعيدها على شيء آخر لم يستقم الكلام ولم يستقم المعنى، فهمت يا فتح الله؟ فتح الله عليك وعلى هؤلاء، آمين يا رب. قال سيبويه رحمة الله عليه الباء في مثله كالهمزة والتضعيف، يعني المعديين اللي بيعدوا في عدم لزوم المصاحبة، لأن الهمزة والتضعيف لا تستلزم المصاحبة أليس كذلك؟ الهمزة والتضعيف لا تستلزم المصاحبة، فإذا قلت أذهبته ليس فيها معنى المصاحبة، وكذلك الباء، وهكذا في عدم الإيه المصاحبة. ده سيبويه بيرد بالكلام ده على المبرد كما ذكرنا. نعم، قال سيبويه الباء في مثله كالهمزة والتضعيف، نعم في عدم المصاحبة، فمعنى ذهبت به أي أذهبته، أي ذهبت به، أهو قال لك ذهبت به، ذكرها ذهبت به بمعنى أذهبته، هذا هو. ثم قال وتجوز المصاحبة وعدمها، وشرحت هذا، يعني المصاحبة قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة، وأما في الهمزة والتضعيف فلا بد من التغيير، فلا بد من الإيه في التغيير، يعني لا بد من وجود معنى التصيير، هذه معنى التغيير، يعني تغيير دلالة الفعل، فلا بد من التغيير أي من تغيير دلالة الفعل، وهو التصيير أي صيرته ذاهبا، لأن الهمزة والتضعيف من شأنهما إحداث الأثر، إحداث الأثر في الفعل. طب وما الأثر؟ اللي هو التصيير، مضبوط؟ مضبوط، يعني هما الهمزة والتضعيف للتأثير، ومعنى التأثير إحداث الأثر، وما الأثر؟ التصيير، هذا هو. مرة ثانية، الهمزة والتضعيف يأتيان للتأثير، ما معنى التأثير؟ إحداث الأثر. طب وما هو الأثر المحدث؟ اللي هو معنى التصيير، اللي هو المعنى الجديد الذي تحدثه الهمزة أو الذي يحدثه التضعيف، وكذلك الباء،
إلا أن الباء قد قد إلا أن الباء قد تكون للمصاحبة وقد لا تكون للمصاحبة. أما الباء أما التضعيف والهمزة فلا بد فيهما من التغيير، يعني من التأثير أي إحداث الأثر ومعنى التصير. مفهوم؟ ها فهم؟ فهم لا شيء كل شيء فتفهمه؟ ها وكأنك لا تفهم شيئا. تفضل. إن نريد معنى مصاحبة هنا يعني هناك معنيين، هناك تصير وهناك مصاحبة. نعم هكذا بارك الله فيك. طيب لكن أذهبته معنى سبيل. الله أكبر مضبوط. ولذلك قال وتجوز المصاحبة كما مثلنا، وتجوز عدم المصاحبة كما مثلت أيضا بقوله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم. فهنا الباء هنا لا مجال أبدا أو البتة في معنى المصاحبة، وإنما هو إحداث الإيه الأثر وهو التصير. طيب تفضل. في المثال ولو شاء الله لذهب بسمعهم ما في ألف بالتأنيث أو التضعيف؟ ماذا في المثال ولو شاء الله لذهب بسمعهم؟ نعم فالباء هنا ليس فيها معنى المصاحبة لكن معنى التأنيث ذهب، ليس فيه ألف بالتأنيث أو التضعيف. اسمها همزة التعدية مش ألف. همزة التعدية. في كلمة ذهب لا يوجد ألف، الهمزة همزة التعدية لا توجد. نعم لكن قال سبوين هذا الهمزة التعدية أو الهمزة طبعا الهمزة الأصل فيها أن تكون للتعدية. أنا يعني أنت لم أدرك معنى سؤالك حتى الآن، يعني هل أنت تقول أن ذهب الله بسمعهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم؟ هنا لا يوجد همزة التعدية، لا يوجد همزة التعدية صحيح. وذلك فالباء هنا فيها معنى التعدية وليس فيها معنى المصاحبة، لأن سيبويه قال المصاحبة تجوز مع الباء في بعض المواضع ولا تجوز مع الباء في مواضع أخرى لعدم همزة التعدية. أما الهمزة فلابد أن تكون للتعدية. لو أذهبتك يبقى للتعدية، وقد تكون المصاحبة وقد تكون للتغيير فقط للتصير فقط، لكن لا مصاحبة مع الهمزة. لكن المصاحبة قد تكون مع الباء وقد لا تكون مع الباء، المصاحبة التي أتى بها المبرد قد تكون مع الباء وقد لا تكون مع الباء، المصاحبة التي أتى بها المبرد. أما الهمزة فهي فقط للتصير للتعدية بمعنى التصير. فهمت؟ ها؟ طيب يبقى المعنى كده مستقيم لديك جيد ولا ما زال فيه لبس؟ طيب الحمد لله. نعم وتجوز المصاحبة مصاحبة وتجوز المصاحبة تجوز فعل ومصاحبة فاعل. وتجوز المصاحبة وعدمها يجوز تجوز فعل مضارع والمصاحبة فاعل ومعطوف مرفوع هكذا. هل هناك سؤال يا طلاب العلم؟ تفضل. ذهبت به هل لابد هناك معنيين أو معنى مصاحبة إن هو سؤاله سيجيب عنه الشارح بعد قليل، لأن دي مسألة جديدة سيجيب عنه الشارح بعد قليل إن شاء الله بارك الله فيه. طيب مسألة جديدة، انتهينا من المسألة الأولى وهنا الآن سنبدأ مسألة جديدة. قال رحمة الله عليه
ولا حصر لتعدية الحروف فعلا واحدا. لتعدية، كلمة تعدية ده مصدر، عدى تعدية زي لما تنمية ولبى تلبية وربى تربية. ثم أضيفت تعدية إلى الحروف، ولا حصر لتعدية الحروف من إضافة المصدر العامل لفاعله، من إضافة المصدر العامل لإيه؟ لفاعله. يعني ولا حصر لأن تعدي الحروف، لأن تعدي الحروف، يبقى دي من إضافة الإيه؟ المصدر العامل لفاعله، يعني الحروف هنا فاعل في المعنى، يعني تعدي الحروف فعلا، وفعلا هنا مفعول به، مفعول به منصوب للمصدر العامل الذي هو تعدية. فهمت؟ مرة ثانية، ولا حصر لتعدية الحروف. تعدية مصدر مضاف أضيف إلى كلمة حروف، وحروف في المعنى فاعل في المعنى، لكن في اللفظ مضاف إليه، ولذلك تحتها إيه؟ كسرة. ولا حصر لتعدية حروفي أو الحروفي، ولا حصر لتعدية الحروفي، يبقى الحروف دي مضاف إليه في اللفظ لكن في المعنى فاعل. وتقدير الكلام إذا خلينا المصدر الصريح حولناه لمصدر مؤول، هنقول إيه؟ ولا حصر لأن تعد الحروف فعلا، فعلا واحدا. مفهوم؟ طيب المسألة ديت، قال لك لو الحروف التي تعد الفعل اللازم متعددة، يعني ليس حرفا واحدا وإنما هي حروف كثيرة، نحو مررت بزيد بعمر، مررت بزيد بعمر، هل تجوز؟ قال لك لا يجوز. افهم المسألة قبل أن تنظر إلى الكتاب، هنقرأ بعد ذلك. افهم المسألة أولا، لو الحروف التي تعد الفعل تكررت هل يجوز؟ قال لك لا يجوز، بشرط إذا كانت لا يجوز، وعدم الجواز مشروط. مشروط بإيه؟ قال لك إذا كانت الحروف بمعنى واحد، إذا كانت الحروف بمعنى واحد فغير جائز هذا التعدد، هذا غير جائز، هو حرف واحد. مررت بزيد وعمر، بزيد وعمر، لكن تقول مررت بزيد بعمر ببكر بأخيه، هذا غير جائز، هذا غير إيه؟ جائز. طيب يبقى عدم الجواز مشروط بأن تكون الحروف المعدية بمعنى واحد. طب وإذا كانت بمعنى بمعاني مختلفة؟ قال لك جائز، إذا كانت بمعاني إيه؟ مختلف. زي إيه؟ هقول لك، مررت بزيد بالبرية، سأقول بعد ذلك بس افهم مني أولا. مررت بزيد الباء هنا بمعنى ألصقت مروري به. طب بالبرية، الباء هنا بمعنى الظرفية، بمعنى فيه، يبقى الباء الأولى جاءت بمعنى الإلصاق، والباء الثانية جاءت بمعنى الظرفية، فهذا جائز؟ نعم جائز. نعم إيه؟
جائز. طيب نرجع للمسألة أولها، تعدد الحروف التي تعدد من التعداد، تعدد الحروف التي تعد الفعل غير جائز إذا كانت بمعنى صحيح، مش قلنا الكلام ده، إلا إذا كانت بمعنى الظرفية فإنه جائز. المسألة فيها شقين، فيها شقان اثنان. إذا كانت الحروف بمعنى واحد غير جائز، طب وإذا كانت الحروف بمعاني مختلفة جائز. طب نرجع للشق الأول، استثنى منه شيء. قال لك إذا كانت الحروف التي تعدي الفعل بمعنى واحد غير جائز إلا، مفهوم؟ إلا إذا كانت بمعنى الإيه؟ الظرفية. زي إيه يا أولاد؟ قال لك جلست في البلد في السوق، في الدكان، هذا جائز. جلست في البلد، في هنا معنى ظرفية، في السوق، في هنا معنى ظرفية، في الدكان، في هنا معنى ظرفية، هذا جائز. نعم جائز. فتعدد الحروف التي تعدي معنى الفعل إذا كانت للظرفية جائز، فهو استثناء من الشق الأول، مفهوم؟ استثناء من الشق الأول. طب عايزين نعلل ليه؟ لما أقول لك مررت بزيد بعمر غير جائز، وإذا قلت جلست في البلد في السوق في الدكان جائز، طب لماذا؟ قال لك لأن الحالة الأولى اللي هي أصل المسألة أو أصل الشق الأول اللي هو مررت بزيد بعمر غير جائز، هذا لأن الباء هنا بمعنى واحد ومدخولها جائز فيه العطف، لأن إلصاق مرورك بزيد وإلصاق مرورك بعمر شيء واحد، أليس كذلك؟ الإلصاق واحد، وما دام الإلصاق واحد هو المدخول فيجوز فيه العطف، فلماذا تكرر الباء؟ فتقول مررت بزيد وعمر، لكن إذا قلت مررت بزيد بعمر ببكر هذا غير جائز. مسألة مهمة. طيب لماذا جوزوا تكرار حرف الجر الذي يأتي بمعنى الظرفية؟ قال لك لأن المدخول الأمكنة مختلفة، الأمكنة إيه؟ مختلفة. جلست في البلد، فالمكان الأول غير المكان الثاني، في البلد، في السوق، في الدكان، البلد عام والسوق أخص والدكان أخص الخصوص، ولذلك قال لك يجوز أن تكرر حرف الجر فيه، لكن إذا كان بمعنى واحد وجائز فيه العطف فلا يجوز، فلا يجوز أن تقول مررت بزيد بعمر ببكر، وإنما يجوز أن تقول جلست في البلد، في السوق، في الدكان، في البيت، هكذا، مفهوم؟ أما إذا كانت حروف الجر التي تعدي الفعل مختلفة في الدلالة فإنه جائز أن إيه؟ أن تتعدد، فإنه جائز فيها أن إيه؟
أن تتعدد. المسألة فهمت؟ نقرأ ونشرح تاني. قال رحمة الله عليه: ولا حصر، يعني ما فيش حصر، يعني مقولش في حرف واحد أو اثنين أو ثلاثة، لا، ممكن تزيد بكثير. ولا حصر لتعدية الحروف فعلا واحدا، بل يجوز أن يجتمع على فعل واحد حروف كثيرة، حروف كثيرة، إلا إذا كان بمعنى واحد، إلا إذا كان بمعنى واحد فإنه غير إيه؟ فإنه غير جائز. وذلك نحو قولك: مررت بزيد بعمر، قال: فإنه لا يجوز. مرة ثانية نقرأ: ولا حصر لتعدية الحروف، أي لأن تعدي الحروف فعلا واحدا، اللي حروف الجر، الحروف الأل هنا عهدية، أي حروف الإيه؟ الجر. نعم. بل يجوز أن يجتمع على فعل واحد حروف كثيرة، الباء وفي وغير ذلك، إلا إذا كانت بمعنى واحد نحو مررت بزيد بعمر فإنه لا يجوز. ثم أنا استثنيت من هذا حرف الجر الذي يدل على الظرفية، نحو جلست في البلد، في السوق، في الدكان، فإنه جائز، هذا أجازوها. طيب، فإنه لا يجوز، بخلاف مررت بزيد بالبرية، لأن الباء في بزيد بمعنى الإلساق، أليس كذلك؟ طب وبالبرية بمعنى في، بخلاف مررت بزيد بالبرية أي في البرية فإن هذا جائز. اكتب كده: فإن هذا جائز، لأن الباء الأولى جاءت بمعنى، والباء الثانية جاءت بمعنى إيه؟ آخر، وهذا جائز، وهو الشق الثاني من المسألة، الشق الثاني من المسألة. مفهومة المسألة؟ مفهومة؟ ها؟ فهمت المسألة؟ فيها سؤال أو أي تكرار أو حاجة من هذا القبيل؟ فضل عز. علة الجواز، حاضر، علة جواز تكرار حرف الجر الذي يدل على الظرفية، هو يأتي بمعنى واحد فأجازوا ذلك، بخلاف ذلك، بخلاف فيه. لماذا؟ ما علة ذلك؟ قال لك: لأن الأمكنة متغيرة، الأمكنة متغيرة، والمكان غير غيره، يعني المكان له خصوصية. فلما أقول لك جلست في البلد فأنت بذلك أبهمت، ثم أردت أن تخصص وتحدد فقلت في السوق، فهذا أقل إبهاما، ثم أردت أن تخصص وتعين فقلت في الدكان، ومن أجل ذلك أجازوا أن تكرر حرف الجر إذا كان بمعنى الظرفية، لأن مدخول حرف الجر اللي هو المكان أو الاسم الذي وضع للمكان يختلف ويعطيك معنى جديدا ودلالة جديدة، هي أخص من مما قبلها. فهمت؟ لكن في، ليس هذا في الظرفية، ليس هذا في الظرفية، هو في غير، بقول لك غير غيره كما قال المحققون، فالمكان له خصوصية، هو غير غيره. فهمت؟ هذا هو. ها،
تفضل يا فتح الله. لا انتهت مسألة سيبوي، دي مسألة جديدة. وجب أن نحن نستخدم الأصل في مثال المرض بزيد وبأمر. ده إجماع. نعم لا ليس رأي سيبويه يا طلاب العلم الذي ذكرناه آنفا في المسألة السابقة، ولا دخل لرأي سيبويه في المسألة الجديدة، دي مسألة جديدة خالص برأسها. لا عليك يا فتح الله، سل ما شئت، المهم أن تجلس وأنت فاهم إن شاء الله. نعم هذا إجماع. وإذا كان ولما كان هناك استثناء ذكرته لك بتاع الظرفية، لما كان هناك استثناء قلته حتى لا يتوهم أن هذا إجماع في مطلق الشق الأول من المسألة، استثنيت من الشق الأول شيئا، فهمت؟ هكذا. طيب هل هناك سؤال آخر يا طلاب العلم؟ نعم لك سؤال، تفضل. لكن لو كان عندك مرات تجيب لا بأس، جائز، لأن هذا له معنى، لأن باء له معنى ومع لها معنى، وليس مع من حروف الجر أولا، يعني في البدء ليس مع من حروف الجر. أنت إذا حصرت حروف الجر كما ذكرها الإمام مالك لن تجد فيها حرف اللي هو كلمة مع، فمع مش أصلا مش حرف، مع ده اسم، فهمت؟ ها أكرر لك، بارك الله فيك. ها في سؤال يا أولاد؟ الجماعة دول لهم سؤال؟ طيب مسألة جديدة، يبقى دلوقتي ذكرنا مسألتين اثنتين، مسألة ثالثة. ولا يتعدى كل فعل بالهمزة والتضعيف، يعني مثلا إذا قلت نصرت المظلوم، نصرت المظلومة، نصر ده فعل ثلاثي مجرد وهو متعدي لمفعول واحد، هل يجوز لك أن تقول أنصرت المظلومة تعديه بالهمزة؟ لا يجوز، يبقى مش كل فعل يتعدى بالهمزة. أمال هو موقوف على إيه؟ قال لك موقوف على السماع، في الأساس موقوف على السماع. طيب أليس فيه جانب قياسي؟ نعم فيه جانب قياسي، ولكن هذا الجانب القياسي الذي فيه له ضوابط قعدها الصرفيون، يعني مش ضابط مفتوح. إذا أردت أن تعدي بالهمزة نعم هذا قياس، وإذا أردت أن تعدي بالتضعيف نعم هذا قياس، ولكن ذاك القياس مضبوط بقواعد معينة وبقيود معينة. أما دخول الهمزة على كل الأفعال لا يجوز، لأن ما فيش واحد يقول لي أنصرت فلانا أو أنصرت المظلومة. طب ما تقول نصرت المظلوم، طب ما المعنى من غير الهمزة هو معنى منضبط، المعنى من غير الهمزة معنى منضبط، فلماذا أتيت بالهمزة؟ فلا احتياج إلى هذه الهمزة. ولا تقول ذهبت محمدا، فالتضعيف هنا غير جائز، وهذه مسألة قلناها قبل ذلك. وإنما إذا أردت أن تعدي ذهب مثلا تعديه بالهمزة لا بالتضعيف، فتقول أذهبت زيدا، ولا تقول ذهبت زيدا. هذا هو، يبقى المسألة بيقول فيها إيه؟ ولا يتعدى كل فعل بالهمزة والتضعيف،
مش الأفعال كلها تتعدى على طول مطلق، لا، ده فيها ضبط، المسألة مضبوطة من قبل الصرفيين رحمة الله عليه. ولا يتعدى كل فعل بالهمزة والتضعيف، فإن النقل أي كونك تنقل الفعل من المجرد إلى المزيد، فإن النقل من المجرد إلى بعض أبواب المنشعبة. الأبواب إيه؟ أبواب المنشعبة ديت، أبواب المنشعبة مضاف ومضاف إليه يا أولاد، مضاف إلى بعض حرف جر وبعض اسم مجرور، أبواب مضاف إليه، والمنشعبة مضاف إليه تاني. أبواب المنشعبة من إضافة الموصوف إلى الصفة، من إضافة الموصوف إلى الصفة، مش من إضافة الصفة إلى الموصوف، لا، من إضافة الإيه؟ الموصوف إلى الصفة. تقدير الكلام إلى بعض الأبواب المنشعبة، إلى بعض الأبواب المنشعبة. فإذا أدخلت الألف واللام على المضاف اللي هو أبواب، صارت الأبواب موصوفة والمنشعبة صفة ليها، فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة. طب وإيه الأبواب المنشعبة دي؟ الأبواب المنشعبة هي أبواب الأفعال المزيدة، لأنها تشعبت من المجرد، لأنها يا أولاد تشعبت من المجرد. يبقى أفعل وفعل وفاعل وانفعل وافتعل وتفعل وتفاعل وافعل وافعوعل واستفعل، اللي احنا قلناها دي كلها، دي كلها هذه الأبواب التي ذكرناها في المزيد كلها يطلق عليها الأبواب المنشعبة، أي التي تشعبت من المجرد، يعني خرجت من الإيه؟ من المجرد، الأصل هو المجرد، ثم خرج منها هذه الأبواب فسميت الأبواب المنشعبة. يعني إيه؟ أي التي تشعبت من الإيه يا أولاد؟ من المجرد، مفهوم؟ أكرر؟ بارك الله فيكم، قولوا أمين يا أولاد. ولا يتعدى كل فعل بالهمزة والتضعيف، فإن النقل من المجرد أي انتقال الفعل، أي انتقال الفعل من كونه مجردا إلى الأبواب المنشعبة، أي كونه مزيدا، فإن النقل من المجرد إلى بعض أبواب المنشعبة، الخبر موكول إلى السماع، موكول إلى السماع، مش بالقياس، موكول إلى الإيه؟ إلى السماع. قال فإن النقل من المجرد إلى بعض أبواب المنشعبة موكول إلى السماع. لا تقول أنصرت زيدا عمرا، يعني أنت عديته هنا بعدما كان معدا إلى مفعول واحد، جعلته بالهمزة معدا إلى مفعولين، فأصل الكلام نصرت المظلومة أو نصرت زيدا. فإذا أدخلت الهمزة على الفعل المتعدي الذي هو نصر، فقلت أنصرت زيدا عمرا، يعني أنصرت زيدا على عمرو، فهو هذا غير جائز. طيب، تحرير المسألة كيف؟ يعني المسألة ضابطها ماذا؟ ما ضابط المسألة؟ قال لك موكول إلى السماع. طيب، وهو قال قبل ذلك، هو وغيره من الصرفيين
قال إنما يتعدى المجرد يعني اللازم بالهمزة مطلقا، وكذلك بالتضعيف، يعني صار الكلام على إطلاقه. طيب كيف تكون ضابط المسألة أو يكون ضابط المسألة؟ قال المحققون في هذا إن ضابط المسألة هو كالآتي: إن تعدي اللازم بالهمزة والتضعيف قياس، إن تعدي اللازم بالهمزة والتضعيف قياس، وقال قياس مضطرد. وزاد بعضهم الهمزة والتضعيف وحرف الجر قياس في اللازم قياس مضطرد. طيب وتعدي المتعدي بالهمزة والتضعيف إنما هو سماع، فهذا ضابط المسألة. يبقى لو عندك فعل لازم وأردت أن تعديه بالهمزة أو بالتضعيف أو بحرف الجر فهذا قياس مضطرد. وإذا كان عندك فعل متعد أصلا وأردت أن تعديه بالهمزة أو بالتضعيف فإن هذا موكول إلى السماع، فهذا ضابط المسألة فاحفظوه جيدا. مرة ثانية، في هنا سؤال، في حد، أنا سأكرر لك، لكن في هنا حد في أيضا. طيب خلاص أكرر حد المسألة أو ضابط المسألة: تعدي الفعل، تعدي الفعل اللازم بالهمزة والتضعيف، بالهمزة أو بالتضعيف أو بحرف الجر هو قياس مضطرد، هو قياس مضطرد. طيب تعدي الفعل المتعدي، يعني بدل ما كان هو متعدي الواحد عايز تخليه متعدي الاثنين، وبدل ما هو متعدي الاثنين عايز تخليه تعدي الثلاثة. أما تعدي الفعل المتعدي بالهمزة والتضعيف فهذا موكول إلى السماع. يبقى ضابط المسألة في شقين أيضا، هناك شقان اثنان، عندنا فعل لازم ومتعدي. اللازم إذا أردت أن تجعله متعديا بالهمزة أو بالتضعيف أو بحرف الجر لك ذلك، قياس مضطرد يا عزت، قياس إيه؟ مضطرد. خلاص مفهوم هذا الجانب مفهوم. طيب أما الفعل المتعدي هو أصلا متعدي، يعني إيه متعدي؟ يعني بينصب مفعولا به واحدا. إذا أردت أن تجعله متعديا لمفعولين بالهمزة أو بالتضعيف فهذا موكول إلى السماع وليس فيه قياس مضطرد. وكذلك المتعدي لفعل مفعولين اثنين، إذا أردت أن تجعله متعديا لثلاثة مفاعيل فهذا أيضا موكول إلى السماع. مفهوم؟ مفهوم ضابط المسألة يا أولاد؟ أكرر مرة ثانية. طيب خلاص لا تقول أنصرت زيدا عمرا ولا تقول ذهبت خالدا. لذلك أنا قلت لك في كلامي بالهمزة أو بالتضعيف، هذا هو. ونحو ذلك قال كذا قال بعض المحققين.
من هؤلاء؟ على رأسهم الشيخ الرضي. قال بذلك في شرحه على الشافية، قال بذلك المحققين، هو أراد بذلك إيه؟ الشيخ الرضي، هذا هو. يعني أنا أسميه لك، المحقق هنا هو الشيخ الإيه؟ الرضي رضي الله عنه وأرضاه. نعم، موكول إلى السماع، يعني تعتمد فيه على السماع، هذه معنى موكول إلى السماع، يعني تعتمده معتمدك السماع، أي معتمدك السماع، يعني السماع هو الذي تعتمد عليه في إثبات ذلك. فهمت يا فتح الله؟ بارك الله فيك. طيب، والحق أنه لا بد من في المتعدي الذي نبحث عنه ونجعله مقابلا للازم من تغيير الحرف معناه. هو يلخص لك المسألة في النهاية، والحق أنه لا بد في المتعدي الذي نبحث عنه، يعني المتعدي اللي هو يتعدى معناه ويتخطى معناه ويتجاوز معناه من الفاعل إلى الإيه؟ إلى المفعول به، الذي نبحث عنه ونجعله مقابلا للازم من تغيير الحرف معناه. لازم الحرف يغير معناه. طب وما هو المعنى الذي اعتمدناه قبل ذلك من خلال الصرفيين؟ هو الإيه؟ هو التصيير، من تغيير الحرف معناه لما مر اللي احنا قلناه قبل ذلك، من أنه بحسب المعنى فلا بد من معنى التغيير، فلا بد من إيه؟ من معنى التغيير. وهي دي إضافة، الإضافة هنا إضافة بيانية، الإضافة هنا إضافة إيه؟ بيانية. من معنى التغيير الأصل فيه أو الأفضل أن يقول من، فلا بد من تغيير المعنى، معناها كده، من معنى التغيير معناها إيه؟ من تغيير المعنى. فالإضافة هنا إضافة بيانية، إضافة بيانية. طيب، كما في ذهبت به، ذهبت به هذا المعنى تغير لما قلته قبل ذلك بقليل في أول المجلس، فإن معنى قولك ذهبت أي مضيت. فإذا قلت ذهبت به أي صيرته ذاهبا، يعني أوقعت عليه الذهاب. يبقى الباء هنا غيرت ولا ما غيرش المعنى؟ غيرت المعنى. يبقى ده بيلملم لك المسألة. والحق أن الفعل المتعدي لابد فيه من أن يغير الحرف معناه. ثم لما مر من الكلام اللي احنا قلناه هو يلخص المسألة. فلا بد من معنى التغيير، أي لا بد من تغيير المعنى. كما في ذهبت به أي صيرته ذاهبا، بخلاف مررت به. فمررت به ما فيش تغيير. ليه؟ لأن الباء هنا لم تغير المعنى، بخلاف مررت به لأن الباء هنا للإلصاق. فمررت به معناه ألصقت مروري بماذا؟ به، أي بهذا الذي مررت به، أي بزيد. مررت بزيد أي ألصقت مروري بزيد. لكن ذهبت بزيد أي جعلته ذاهبا، هذا هو. إذن هنا تحقق التغيير يا طلاب العلم. طيب، يختم الكلام في هذا التنبيه الط
الطويل، لأن كل ده تنبيه كما ذكرنا في المجلس السابق. يقول: نعم، يصح أن يقال في كل جار ومجرور إن الفعل متعد إليه. خلي بالك يا ولد إن كلام ده مهم جدا يا طالب العلم. لما تقول جلست في المسجد، جلست في المسجد، جلست في المسجد، يعني لها فيها معنيان اثنان. والكلام ده قاله الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز: جلست في المسجد فيها معنيان اثنان. أول حاجة جلست فيها معنى قيامك بالفعل، بفعل الجلوس، قيامك بفعل الجلوس، يعني أن بمعنى أسندت الحدث إليك، أسندت. يبقى فيه معنى الأول هو الإسناد، جلست في المجلس فيها معنيان. المعنى الأول هو معنى إسناد الحدث إلى فاعله الذي هو أنت، جلست. ثم بعد ذلك المعنى الثاني أنك عديت الحدث إلى المجرور، فكان الجلوس كائنا في المسجد. يبقى عديت الحدث، خطيته وجاوزته من الفاعل إلى الظرف المكاني، لأن جلوسك كائن في المسجد، أي استقر في المسجد. ولذلك المعربون قالوا إيه؟ عبروا عن المعنى البلاغي ده الذي أتى به عبد القاهر الجرجاني في صورة بلاغية إعجازية، لأنه يثبت إعجاز القرآن الكريم. عبر عنه المعربون بقولهم: في المسجد متعلق بالفعل. مش قالوا كده المعربون؟ وقلنا التعلق إيه؟ هو إيه؟ هو الارتباط المعنوي. مش عرفنا التعلق كده في 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 مجلس العوامل المئة؟ عرفناه كده. ما معنى التعلق؟ التعلق معناه ارتباط معنوي بين المتعلق والمتعلق به، اللي هو المتعلق اللي هو فيه الظرفية مرتبطة بالمتعلق اللي هو الجلوس. فالجلوس كائن في المسجد. ولذلك قال لك في معنيين في قولك جلست في المجلس، في المسجد فيها معنيان. المعنى الأول المعنى الإسنادي، وإسناد الحدث إلى الفاعل. طب والمعنى الثاني هو تجاوز معنى الحدث الفاعل إلى الظرفية، إلى المكان الذي حدث فيه الحدث، هو المسجد. فالمسجد حدث فيه الجلوس، صحيح؟ يبقى دي المعنى الثاني. وهو قال لك إيه؟ نعم، قال: يصح أن يقال في كل جار ومجرور إن الفعل متعد إليه. يعني لما تقول جلست في المسجد فإن الفعل جلس تعدى إلى المسجد بهذا المعنى الذي ذكرته قبل قليل. كل جار ومجرور هكذا، إن الفعل متعد إليه، كما يقال أو يتعدى إلى الظرف وغيره، يتعدى إلى الظرف وغيره. طيب، لكن بيقول لك في اعتبارين هنا، ولكن لا باعتبار التعدي الذي نحن فيه. لما تقول جلست في المجلس، في المسجد، آسف، لما تقول جلست في المسجد
جلست في المسجد. هل التعدي الذي أقره هنا في قوله إن الفعل متعد إليه يعني إلى الجار والمجرور، هل التعدي هنا بمعنى التعدي اللي هو في ضربت زيدا؟ لا، مرة ثانية، للمسألة جميلة ويلخص بها الكلام. قال: نعم يصح أن يقال في كل جار ومجرور إن الفعل متعد إليه، يعني قولك جلست في المسجد الفعل هنا تعدى إلى المسجد، متعد إلى المسجد. لكن استدراكه على الحكم، هل التعدي في قولك جلست في المسجد هو التعدي المقصود في قولك ضربت زيدا ونصرت محمدا؟ هل هو هذا المقصود؟ لا، لأن التعدي في قولك ضربت زيدا ونصرت محمدا هو أن أوقعت النصر على محمد وأوقعت الضرب على زيد، هو مفعول به صراحة. طب والتعدي في قولك جلست في المسجد ما معناه؟ قال لك معناه مطلق التعلق. ونرجع تاني لما قاله المعربون: متعلق بالفعل. وأنا ذكرت قبل ذلك إن التعلق هذا عمل من عوامل الفعل الذي يعمله في الإيه؟ ها؟ في المجرور، في الجار والمجرور، عمل. زي ما الفعل بيرفع فاعل وينصب مفعولا به وينصب مفعولا معه وينصب الحال وينصب التمييز وإلى آخره، أيضا يتعلق به الجار والمجرور، فهذا عمل. تعلق الجار والمجرور بالفعل هذا عمل من أعمال الفعل، يعني الفعل يرفع الفاعل، واحد معمول أول، ينصب المفعول به معمول ثاني، ينصب المفعول لأجله معمول ثالث، ينصب مش عارف ايه معمول رابع، ينصب الحال معمول خامس، يتعلق به الجار والمجرور معمول سادس. إذن التعلق عمل، التعلق ايه؟ عمل، هذا هو مفهوم. قال: يصح أن يقال في كل جار ومجرور إن الفعل متعد إليه كما يقال يتعدى إلى الظرف وغيره، ولكن لا باعتبار هذا التعدي الذي نحن فيه اللي هو في التنبيه الذي ذكره في الأول اللي هو الفعل المجاوز أو المتعدي اللي هو ضربت زيدا ونصرت بكرا، على أن في قوله لا باعتبار هذا التعدي الذي نحن فيه، ولكن ممكن أن تكتب هكذا: ولكن باعتبار مطلق التعلق، ولكن باعتبار إيه؟ مطلق التعلق، لا باعتبار التعدي الذي نحن فيه، ولكن باعتبار مطلق التعلق. يبقى التعلق في حد ذاته هو تعدي للفعل، هو تعد للفعل، هذا هو. نعم. طيب، على أن في قوله ولا يغير شيء من حروف الجر معنى الفعل إلا الباء نظرا، يعني فيه كلام وهو طبعا ذكرناه قبل ذلك، وهو يؤكد هذا الذي ذكره في هذه العبارة الإخبارية التي يقول فيها: ولا يغير شيء من حروف الجر معنى الفعل إلا الباء. هذا الكلام فيه نظر وذكرناه وحررناه قبل ذلك، والحمد لله رب العالمين.
هل هناك سؤال في هذا التنبيه كلي اللي هو باب المفعول الفعل المتعدي واللازم؟ تفضل يا فتح الله. المعنى نعم. نعم. المعنى نعم. نعم نصيحة. نعم. هذا جيد ما شاء الله عليك. هو يقول سؤاله ما معنى نعم هنا؟ نعم هنا هو إجابة عن سؤال مقدر. إجابة عن سؤال إيه؟ مقدر. يعني كما يقال إذا كان الحق ما قلت فما قولكم في كذا وكذا وكذا، فيقول نعم. مفهوم؟ وبعدين نعم إجابة عن سؤال إيه؟ مقدر. حرف جواب، حرف جواب مبني على السكون لا محل له. هذا هو. لا، ليس معناه الاستدراك. هكذا. طيب، سؤال آخر تفضل. مررت به. نعم. أي ألصقت مروري به. نعم. مررت بزيد معناه ألصقت مروري به، فالباء هنا للإلصاق. الباء هنا للإيه؟ للإلصاق. وهو معنى أصلي في الباء. تمام؟ بارك الله فيك. ها، سؤال آخر يا أولاد. أي سؤال؟ أي سؤال؟ تفضل يا عزت. نعم. لما مروى من أنه بحسب المعنى. آه. لأنه يعود إلى متعلم. أين؟ والحق. حاضر. والحق أنه الهاء في أنه. في تعليم لما مروى. والحق أنه لا بد في المتعدي الذي نبحث عنه نجعله مقاول. ماذا تريد؟ لما مر من أنه يعود على المتعدي. نعم طبعا، هذا من أنه هنا يعود على المتعدي. المتعدي بحرف الجر. المتعدي بحرف الجر. ها، سؤال آخر يا أولاد. جماعة دول خلاص. تفضل. إيه؟ معنى إلصاق. إلصاق؟ معنى الإلصاق هو معنى اعتباري. يعني لما أقول مثلا إيه مررت بزيد، يعني أنت تكون جالس في مكان ما، فإذا مررت به كأن مرورك ألصق بجلوسه. ألصق بجلوسه، يعني هذا معنى تقريبي، مش الإلصاق يعني الملامسة. لا، هل الإلصاق لصقت شيئا بشيء يعني صار كالشيء الواحد، أو بمعنى الملامسة أو عدم الانفكاك؟ ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هنا معنى تقريبي. معنى تقريبي، فإذا قلت مررت بزيد معناه جانب مروري بجلوس زيد، هكذا. وليس الإلصاق معناه الحقيقي هو الملامسة وعدم الانفكاك، لا، وإنما هو معنى مجازي. معنى إيه؟ مجازي. وذكرنا هذا في شرحنا للعوامل المئة. صحيح يا عزت؟ صحيح، هذا هو. نعم، سؤال آخر. نعم. هل الإلصاق والمصاب شيء مبكر؟ نعم. هل الإلصاق والمصاب شيء مبكر؟ إيه؟ هل الإلصاق
الإلصاق. الإلصاق لا طبعا. هل يقول هل الإلصاق والمصاحبة معنى واحد؟ لا، لأن المصاحبة إلصاق مستمر، والإلصاق في الذي في الباء معنى وقتي، مررت به ثم تخطيته، لكن المصاحبة هو ملازم لك في كل شيء. مفهوم؟ مفهوم. خلاص، في فضل حبيب. فضل ما شئت، اسألوا ما شئتم، المهم لا تجلس إلا وأنت فاهم فهما يعني يعني 100% إن شاء الله. ها، في المسألة مررت بزيد في أمري، هل هناك حرف جر الذي لا يجوز يجتمع؟ أي حرف؟ هنا المسألة على مطلق الحروف، ليس بالباء، ليس المقصود بها الباء فقط، ولكن هو مثل بالباء، مثل بالباء. نعم، آخر سؤال آخر. ها، تفضل. إيه؟ إيه؟ مضطردة، يعني هنا قياس مضطرد، يعني مستمر، يعني مطلق مضطرد، قياس مضطرد. نعم، تفضل. ولماذا ذهبت خاليا غير جائز؟ لماذا؟ صح سؤالك كده، لاني لم تسمع عن العرب، لاني ذهبت لها معنى اخر في اللغه. ذهبت الشيء اي جعلته ذا ذهب، عارف الذهب والفضه. ذهبت الشيء، ذهبت هذا اسمه ايه، منبر، ذهبته يعني جعلته مذهبا، يعني كله ذهب. فهمت؟ فقالوا لا يجوز أن تقول ذهبت زيدا، لأن ذهب في اللغة لها معنى آخر. ها، سؤال تاني. طيب خلاص، نأتي إلى باب جديد. فصل، فصل في أمثلة تصريف الأفعال. فصل في أمثلة تصريف الأفعال. قال الشارح رحمة الله عليه: فصل في أمثلة تصريف هذه الأفعال. هذه الأفعال إشارة إلى ما مضى. طيب، وما الذي مضى يا أولادي؟ الذي مضى هو الأفعال المجردة والمنشعبة، صح؟ اللي هي المزيدة. خلاص عرفت معنى المنشعبة، خلاص. سواء كانت الماضية أو المضارعة أو الأمر، يبقى هذه الأفعال التي سبق ذكرها من أبواب الأفعال المجردة، اللي هو الثلاث المجرد والرباع المجرد والثلاث المزيد فيه والرباع المزيد فيه، والأصل فيها الماضي كما سيقول الآن. قال: فصل في أمثلة تصريف هذه الأفعال المذكورة، يعني التي ذكرت. المذكورة اسم مفعول، مذكور مفعول، أي التي ذكرت من الثلاثي والرباعي المجرد بأبوابها المختلفة، اللي هو فعل وفعل وفعل بتصريفاتها مع المضارع، اللي هي الأبواب الستة، والمضارع المجرد الرباع المجرد له باب واحد وفعلل، يبقى هو يقصد هذه، يبقى يقصد فعل وفعل وفعل وفعلل، ثم يقصد بعد ذلك المزيد منها اللي هو أفعل وفعل
وفاعل وانفعل وافتعل وتفعل وتفاعل وافعل، ويقصد استفعل وافعل وافعوعل، يقصد هذا. مفهوم يا أولاد؟ مفهوم. والمزيد فيه يعني إذا صرفت هذه الأفعال حصلت أمثلة كالماضي والمضارع والأمر وغيرها، إذا صرفتها يعني أتيت فعلا من فعل، أتيت فعلا من فعل، يعني المضارع جئت به من الماضي، فتقول مثلا، مثلا تقول ذهب، ثم تأتي من ذهب بالمضارع تقول يذهب، ثم تأتي بالأمر من يذهب اذهب، هذا اسمه، هذا الأمر اسمه تصريف الأفعال، تصريف الأفعال بعضها من بعض، مفهوم؟ طيب، فهذا الفصل في بيانها، يعني إيه في بيانها؟ يعني في بيانها، يعني في بيان أنواعها، في بيانها يعني بيان أنواعها، لا بيان مفرداتها، لأن المفردات لأن مفرداتها غير محصورة، لكن أنواعها إيه؟ محصورة. يبقى لما يقول لك فهذا الفصل في بيانها يعني في بيان أنواعها لا في بيان أفرادها، أو في بيان حقيقتها وماهيتها لا في بيان أنواعها لا في بيان أفرادها، لأن أفرادها لا تحصر. هل حد يستطيع أن يحصر الأفعال في اللغة؟ ما لا أحد يستطيع. صحيح الخليل بن أحمد حصرها، الخليل بن أحمد الفراهيدي حصر هذه الأفعال بمبدأ إيه يا أولاد؟ تعرفون؟ بمبدأ التقاليب، بمبدأ يا أولاد الإيه؟ التقاليب. عارفين يعني إيه التقاليب ولا لأ برضو؟ تعرفونها؟ لماذا؟ طيب التقاليب يا أولاد تستطيع أن تحصر الأفعال كما فعل الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه بمبدأ التقاليد. يعني يقول لك مثلا الفعل كتب، كتب، يقلب، يقلب المادة اللغوية، فما كان منها مستعمل دونه وأثبته، وما كان منها غير مستعمل تركه وأهمله، وهو هكذا. فيقول لك كتب ده مستعمل يبقى يدونه، كتب. طب يعمل ايه؟ كتب ثم يأتي بالباء قبل التاء يقول كبتا، ثم يأتي بالتاء أولا تكبا، ثم يأتي بالباء قبل الكاف تبكا، ثم يأتي بالباء أولا يقول لك بكتا، وبعدين باتكا، يبقى أتى من المادة كتبة تسع مواد، تسع أفعال. ده المبدأ ده اسمه مبدأ التقاليب، فعله الخليل بن أحمد الفراهيدي. فما كان منها مستعمل دونه وأيده وكتبه، وما كان منها مهمل تركه وأهمله، ولذلك حصر كل أفعال اللغة العربية في معجمه الذي سماه العين، معجمه اللي اسمه ايه؟ العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، معروف العين مطبوع، كتاب العين أو معجم العين للخليل. طب وليه سماه العين؟ ليه؟ لأنه يبدأ بحرف العين. طب ليه العين بالذات؟ قال لك
لأنها أعمق الحروف مخرجا في حسبانه هو، ولا بأس، لأنه اعتمد على التذوق الصوتي الخاص به. كان يأتي بالحرف مسبوقا بالهمزة، مسبوقا بالهمزة هكذا: أب، أت، أث، أج، أح، أخ، ثم يختبر الحرف إلى أن وصل إلى أن العين أعمق الحروف مخرجا. طبعا هو مش أعمق الحروف مخرجا، الهمزة هي أعمق الحروف مخرجا، ولكن هل يؤخذ عليه ذلك؟ لا، لأن ده كان لا في معامل أصوات ولا في كذا ولا في كذا، ومع ذلك وصل إلى هذه النتيجة القريبة من الصح المطلق. والصح المطلق هو الهمزة، الهمزة أعمق الحروف مخرجا. والخليل شيخ سيبويه، يعني سيبويه تتلمذ عليه، يقول لك: وسألته، سيبويه كده يقول لك في الكتاب بتاعه، يقول لك: وسألته، يقول لك: سألته، يعني سألت مين؟ الخليل شيخه رحمة الله عليهما. وسألته فأجابني، وسألت الشيخ يبقى إيه؟ الخليل، لأن سيبويه تلميذ الخليل، والمبرر ده تلميذ سيبويه اللي احنا ذكرنا كلام بتاعه ده قبل ذلك. هكذا يا أولاد، مفهوم؟ طيب خلاص، الكلام في الأصوات طويل، إن شاء الله في رسالة قلت لفتح الله، رسالة صوتية إن شاء الله سأشرحها قريبا بإذن الله تعالى إن شاء الله. طيب، فهذا الفصل في بيانها، يعني في بيان إيه؟ ماهيتها وحقيقتها وأنواعها، لا في بيان مفرداتها ولا أفرادها، لعدم انحصار هذه المفردات، ما تنحصرش. وقدم الماضي، مسألة مهمة جدا، بدأ بالماضي ثم ثنى بالمضارع ثم ثلث بالأمر. طيب ليه؟ نشرح قبل أن نقرأ. قال لك: قدم الماضي لأنه أصل المضارع والأمر. طيب، معنى هذا أن الماضي أصل للمضارع. طب هذا الأصل من أي جهة؟ قال لك: من جهتين اثنتين. الماضي أصل للمضارع من جهتين اثنتين. الجهة الأولى جهة المعنى والدلالة، والجهة الثانية جهة اللفظ المنطوق. الجهة الأولى جهة المعنى، والجهة الثانية، يبقى الماضي أصل للمضارع معنى ولفظا. طب المعنى في أي شيء؟ قال لك: باعتبار أن الزمن الماضي مقدم على الزمن المضارع. ودي شغلانة كبيرة قوي، مسألة عويصة فعلا. الماضي مقدم على المضارع، يعني على الحال والاستقبال. الماضي مقدم على الحال والاستقبال. قال لك: بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للوجود. بالنسبة للوجود، يعني بالنسبة للوصفية، الزمن الماضي والزمن المضارع. ما كلمة الماضي صفة
للزمن، الزمن الماضي، الماضي صفة. يبقى عندك هنا الماضي مقدم على الحال والاستقبال بالوصفية، أو مقدم على الحال والاستقبال بالوجود. فقال لك لو هو مقدم على الحال والاستقبال بالوصفية فهذا غير جائز. ليه غير جائز؟ ليه؟ لأن كل زمن يوصف بالماضي هو كان إسحال، أليس كذلك؟ يعني أنا بدأت المجلس الساعة السادسة، أليست هذه الساعة السادسة كانت حال؟ كانت حال ولا مش حال؟ طب الآن بقت إيه؟ ماضي. فبالنسبة للوصفية ما ينفعش أقول الماضي مقدم على الحال، لأن الاستقبال هو المقدم بهذا الطريقة. لأن الساعة الآن دلوقتي الساعة كم؟ الثامنة، صحيح؟ الثامنة إلى الربع. طب الساعة الثامنة أليست هي استقبال؟ فهي صحيح؟ فهي مقدمة على الحال، وبعد ذلك الحال مقدم على الماضي. فالماضي ليس سابقا بل هو مؤخرا، فكيف نقول الماضي مقدم على المحال والاستقبال؟ فإذا كان بالوصفية غير جائز. طيب وإذا كان بالوجود؟ قال لك في أمرين، في احتمالين، وجود لذات ووجود لذوات. إيه معنى الكلام ده؟ شوف عامل كده هو، يعني عايز يفهم كويس. إحنا قلنا الزمن الماضي لا يوصف بالماضوية، أو الزمن لا يوصف بالماضوية ولا بالاستقبالية ولا بالحالية، لأن المستقبل مقدم على الحال والحال مقدم على الماضي وليس العكس، صح؟ لأن الساعة الثامنة مقدمة على الساعة الثامنة إلى الربع لأنها مستقبل، والثامنة إلى الربع مقدم على الماضي وليس العكس. هذا بالنسبة للوصفية أو للوصف. طب بالنسبة للوجود، عندنا اثنين وجود، نوعين من الوجود. وجود بالنسبة لذات واحدة، يعني ايه ذات واحدة؟ يعني مثلا امس هذا ذات واحدة اللي هو الخميس، امس الخميس. أمس الخميس هذا، أو إذا قلنا الآن الجمعة الآن ذات، هذا وجود. ما زلنا في يوم الإيه؟ في يوم الجمعة، أليس كذلك؟ طيب هذا وجود، ما قبله وما بعده عدم، أليس كذلك؟ أمس الخميس بالنسبة للآن عدم، ويوم السبت غدا بالنسبة للآن عدم. فإذا كان الوجود بالنسبة لذات واحدة اللي هو الآن، فلا ماض ولا مستقبل، لأنه إيه؟ عدم. طيب باعتبار الوجود ولكن بذوات ثلاثة، بدل ما نعتبر ذات واحدة اللي هي الآنية، هنعتبر ذوات ثلاثة.
الماضي اللي هو أمس، والحال والاستقبال. إذا اعتبرنا الوجود أو حققنا اعتبار الوجود بالنسبة لذوات ثلاثة، فإن فعلا الماضي مقدم على الحال والاستقبال. يبقى لما يقول لك الشارح أو المصنف الشارح وقدم الماضي لأن الزمان الماضي قبل الزمان المستقبل والحال باعتبار الوجود على أساس ذوات ثلاثة اللي هو الآن وأمس وغدا، فإذا اعتبرنا هذه الذوات الثلاث اعتبرنا الوجودية فيها حقا، إن الماضي مقدم على الحال والاستقبال. لكن إذا اعتبرنا الوجودية على ذات واحدة فلا يمكن أبدا أن نحكم بأن الماضي مقدم على الحال والاستقبال، لأن الوجود هو الحال. طب والماضي عدم، طب والاستقبال عدم، صحيح؟ هل اليوم السبت عندك له وجود؟ ملوش وجود. السبت غدا ليس له وجود لأنه عدم. طب وأمس الخميس؟ عدم برضه. هذا باعتبار ذات واحدة. لكن إذا اعتبرنا ذوات ثلاثة اللي هو الماضي والحال والاستقبال حقا، فإن الماضي مقدم على الحال والاستقبال. يبقى لما يقول الشارح أو النحاة يقولون الزمن الماضي مقدم على الحال والاستقبال، اعلم أنهم يريدون بذلك اعتبار الوجود بالنسبة لذوات ثلاث هو الماضي والحال والاستقبال. يبقى هذا الماضي مقدم على المضارع من جهة المعنى بهذا الاعتبار الذي ذكرناه. مفهوم يا أولاد؟ ولا أكرر؟ مفهوم؟ أكرر؟ أكرر لا بأس. يقول لك هنا إيه؟ وقدم الماضي لأن الزمان الماضي قبل الزمان المستقبل والحال. طيب قلنا إن الزمان الماضي مقدم على المضارع يعني على الحال والاستقبال من جهتين اثنتين. جهة المعنى، جهة المعنى وجهة اللفظ. طيب نبدأ بجهة المعنى. المعنى هو أن الماضي مقدم على الحال والاستقبال، ولكن ليس على مطلق التقديم، لابد أن نحدد. قال لك الماضي مقدم كوجود. أنا حطلك نقطة الوصفية ديت لا أتكلم فيها، أنا قلتها خلاص لكن لا أكررها، لكن أنا حأكرر محط الفائدة، سأكرر محط الفائدة. وأن الماضي مقدم على الحال والاستقبال باعتبار الوجود، باعتبار الوجود. قال لك هذا الوجود له نوعان، وجود ذات واحدة ووجود ذوات ثلاثة. إذا اعتبرنا الذات الوجودية، إذا اعتبرنا الوجودية في الزمن الآني اللي هو الساعة 8:05 بهذا الاعتبار، فإن الماضي يعد عدما لا وجود له، وكذلك المستقبل لا وجود له، وإنما الوجود الآن الذي أنت تجلس فيه.
يبقى كل لحظة وكل ثانية آنية هذا هو الوجود، بينما ما مضى من الزمن عدم، وما هو آت عدم، أليس كذلك؟ وأنا مثلت هذا بهذا السؤال، هل يوم السبت غدا له وجود عندنا؟ ملوش وجود، لأنه مش لا نعيشه الآن، لا نعيشه الآن. وكذلك الذي عشناه أمس، الزمن الذي كنا فيه أمس له وجود؟ انقضى فهو عدم. فقال لك الزمن الماضي والمستقبل بالنسبة للذات الآنية عدم، وما دام هو عدم فلا أستطيع أن أقول أن الزمن الماضي مقدم على الحال والاستقبال. كيف أقدم عدما على وجود؟ كيف أقدم عدما على وجود؟ شيئان متنافيان، ده عدم وده وجود، فهل يقدم العدم على الوجود أو يقدم العدم على عدم؟ ما هو الماضي عدم والمستقبل عدم، فكيف نقدم عدما على عدم؟ فهذا لا اعتبار لذلك. لكن إذا اعتبرنا الوجود أو الوجودية في أزمنة ثلاث، اللي هو الحال والماضي والاستقبال، إذا اعتبرنا وجودهم باعتبار، فإن حقا الماضي مقدم على الحال والاستقبال، وهذا هو السر في كونهم أي الصرفيين أو النحاة قدموا الزمن الماضي على الإيه؟ على الحال والاستقبال. فهمت يا عزت؟ أكرر، بارك الله فيك، قل أمين يا ولد. قال وقدم الماضي لأن الزمان الماضي قبل الزمان المستقبل والحال بهذا الاعتبار الذي ذكرته، وهذا هو الجهة المعنى. طب وجهة اللفظ بقى قال لك إيه؟ قال لك ولأنه أصل الماضي أصل بالنسبة للمضارع، هذا من جهة اللفظ. طب كيف؟ قال لك هو لأنه يحصل، يعني يحصل لفظه، لأنه الهاء دي تعود على المضارع، الهاء دي تعود على الايه؟ على المضارع، لأنه يعني المضارع يحصل بالزيادة على الماضي. يا سلام، أليس كذلك؟ فالماضي ذهب أو الماضي كتب أو قرأ، طب والمضارع يكتب ويقرأ، يبقى فيه زيادة ولا لأ؟ فيه زيادة، وما حصل بالزيادة فرع على ما لا يحصل بها، وما حصل بالزيادة الذي هو المضارع فرع على ما لا يحصل بالزيادة الذي هو الماضي. إذن الماضي أصل في لفظه للمضارع، أليس كذلك؟ هذا هو. ولأنه أي الماضي أصل بالنسبة للمضارع، لأنه أي المضارع، يبقى الهاء في لأنه الأولى تعود على الإيه؟ على الماضي، والهاء في لأنه الثانية تعود على الإيه؟ على المضارع، لأنه يحصل بالزيادة على الماضي، ولا شك في فرعية ما حصل بالزيادة اللي هو المضارع، وأصالة ما حصل منه هو بالماضي اللي هو الإيه؟ الماضي، ما حصل هو منه يعني الماضي، واشتق منه فقال هكذا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.